الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك خير الكلام. فأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه الذي جمعنا وإياكم في هذه الدقائق المعدودة المباركة مع هذه الوجوه المباركة مع هذه الشاشة المباركة، أن يجمعنا وإياكم ووالدينا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا شك أيها الإخوة ولا ريب أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، يدعي الله عز وجل، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لهذا؟ بعضنا أيها الإخوة يريد المال بأي طريقة، يريد الملبس بأي طريقة، يريد المطعم بأي طريقة، لا يبالي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يأتي زمان على الناس لا يبالي أحدهم أأخذ ماله من حلال أو حرام، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن يهتم أيها الإخوة المسلم في هذا الجانب، أن يعرف كيف يأكل من حلال أو من حرام، كيف يلبس من حلال أو من حرام، كيف يأكل، كيف يلبس، كيف يعني يتعامل مع الأمور من حوله، حتى يعلم أولاده، حتى الأولاد. ليس هي المقصود إذا أكلت الحرام أن يقف عليك، أن تغذي أولادك، وربما يكون الولد يغذي ولده بعده، فالذنب متراكم. وكثير من السلف كان يحرص كل الحرص على المال الحلال، يحرص كل الحرص على المال الحلال. ولذلك جاء في الأثر في السير أن أحد السلف كلما أراد أن يخرج من بيته قالت له زوجته، أمسكته عند الباب، وقفت عند باب الحجرة وقالت له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا. انظر صلاح النساء قديما: لا تطعمنا إلا حلالا. لابد أيها الإخوة أن نعود من هم حولنا، الأخوات، الزوجات، بهذه الصفة المباركة، الحرص على الأكل من حلال، إطعام الأبناء الحلال. ولذلك أيضا روي عن محمد أمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، تفسير أضواء البيان، كلاما جميلا في سيرته، يذكرون هذا الكلام عنه، أنه كان حريصا جدا على الأكل الحلال والطعام الحلال. فما هي قصة صاحب أضواء البيان رحمه الله؟ نقف عند هذا فاصل يسير ونكمل بعده إن شاء الله. حياكم الله والإخوة والأخوات، لازلنا في حديث أبي هريرة بدأنا به: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر
أن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ جاء في سيرة محمد أمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان رحمه الله التفسير المشهور، أنه كان يدرس في الجامعة وكان حريصا على ألا يأخذ شيئا من الجامعة، راتب الجامعة، فيقول كلاما جميلا، يقول: والله لو عندي قوت يومي، والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتب الجامعة. يعطي من غير رد، فإذا جاء السائل يسأله شيء أعطاه ولم يقل له أرجعه في فترة معينة وغيرها، لا، كان يعطيه ويسكت. قيل له للشيخ: لازم يكون عندك حساب، يذكرون أهل السير في سيرته، لابد أن يكون لك حساب بنكي حتى الراتب ينزل عليه، فلم يقم بذلك، لم يطلب في حياته منصب ولا ترقية في الجامعة والكلية، إنما كان همه الأول والأخير هو تعليم الناس الخير، هو تعليم الطلاب والطالبات في الكليات والجامعات. كان يحرص كل الحرص على أن يأكل شيئا حلالا. جاء رجل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: هذا دين أخذته منك منذ فترة. أخذ شيء من أبو بكر قبل فترة، يقول أبو بكر: فشربت هذا الشراب. ثم قال هذا الرجل: المال الذي أخذته منك، نفس حين ما نقول استثمره في شيء حرام، في الخمر. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه حتى أخرج هذا الشراب. ثم قالت عائشة: ذهب، يعني خلاص شربت أنت. قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع روحي لأخرجتها معه. انظروا إلى هذا الموقف، كانوا حريصين جدا على الاهتمام في هذا الجانب، الاهتمام في الأكل الحلال، الاهتمام في الطعام الحلال، أن أغذي نفسي ومن هم تحتي من الأولاد شيء الحلال، أن أعلم الأولاد هم في الصغر أن لا تأكل يا فلان إلا شيء الحلال، لا تشرب يا فلان إلا الشيء الحلال. كلنا يذكر أيها الإخوة، الأب والأم، الجد والجد، كانوا حريصين على هذا الجانب، لا تأكلون حرام، لا تشربون حرام، ابعدوا عن عيال الحرام، فهذا الجانب كانوا يهتمون فيه، لا نقول يهتمون فيه من جانب الشر، ربما من جانب الشر، لكن حتى يكون من جانب الفطرة، فطرة إنسانية تستوجب على صاحبها أن لا يتقرب إلى هذه الأمور. فمطعمه حرام، ومشربه حرام، ومأكله حرام، فغذي بالحرام، يعني كله من فوق لتحت حرام بحرام، نسأل الله السلامة والعافية، ومع ذلك فأنى يستجاب له. فحري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نهتم في هذا الجانب المهم، وهو المأكل الحلال. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا جميعا للطاعات، ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.